بس هي اذا كان المشكله لا هي طبيعه لايف ستايل او طبيعه حياه المريض، هو عنده ستريس كتير، فهي بتكون عادي اكثر ما هي مشكله في الاطباق. فاذا حليتها مشكله لفتره مؤقته بالتقويم ترجع مره ثانيه. لازم احنا زي ما حكى الدكتور تامر انه ممكن تكون مشكله عضلات، العضلات الوجه بتشد كتير، فممكن لازم يصير فيها استرخاء عن طريق البوتوكس، عن طريق الواقي الليلي. في كتير حلول، بس زي ما بأكد بس على النقطة انه هو يعني موضوع مهم مش لازم الإهمال بدك فيه. بدك هذا يعني حلقة كاملة عليه. صح تمام، ما بدنا نشد كتير فيه. إذا في يعني مسج انه هي مسج واحد، يا ريت والله رسالة انه هذا الموضوع ما ينهمل. يعني الإنسان بفكره انه سهل او كده او بيستسهل الموضوع. لا، يعني علاجات كثير، في علاجات كثير سهلة، يمكن اغلبها تغيير نمط الحياة أو الأكل أو شانش شغلات كتير بسيطة. بس إذا نوصل المسج إنه هذا شيء مهم لا يهمل. بس بالضبط. أوكي، برضو مش ناسيك، رح نرد لك على رائحة الفم. بس بدي أخذ اتصالين أخيرات، مش رح نعتذر منكم، رح نقدر نأخذ اتصالات كتيرة وما عم بيكفينا وقت برنامج ونكمل موضوع واحد. فمحمد تفضل معي. محمد مشاكبة على الهواء، تفضل. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. الله يخليك يا رب. مساء النور يا سيدي. بس انا والله جوز سؤالي غريب شويه. في عندي انا ولد لحد الان عمره 15 سنه. ايوه، يعني من ولد وحاط اصبعه الابهام باسمه. ايوه، شايف كيف؟ يعني حتى لهاته يعني صارت جوره من جوا، ولحد الان والله يا دكتور يعني استعملت معه جميع الاساليب، ما خليت ولا بقيت، شايف كيف؟ وبدون فائدة. على ساعة عمره 15 سنة، قد ما أعلم فيه وقد ما أدرب فيه وقد ما أحكي له يعني عفويا ما تحس إلا أنه حاط أصبعه حاشيه كله بثمه دائما بدون ما حق لما يكون نايم. هو نايم وهو قاعد، يعني هو قاعد ناس عفويا هيك يحط إيده بثمه، حتى أسنونه الفواقة شايف كيف برزت لقدام لقدام. ففي طريقه يعني اللي انا اقدر اخلصه منها؟ يعني حرام شاب مثل هذا السؤال بيروح لاخصائي التقويم دكتور محمد جيوس، ان شاء الله بجاوبك عليه. بس شكرا لكم. الله يخليك. بس بدي اسالك سؤال اخير، انت جربت تعرضه على طبيب؟ والله ما جربت انا، ولكن استعملت معه جميع الاساليب، الفلفل الحار، المر، شايف كيف؟ يعني حتى اخر شيء صرت عض انا مستنيك تقولها. والله يا دكتور اني يوم اشوفه بتعلم بالله العظيم، ما خليته ولا بقيت وبحكي له يا بابا يا كذا يا. والله معك حق، هو فعلا هذا اشي مخطئ جدا، يعني او عاده سيئه جدا. ان شاء الله بجاوبك اخصائي التقويم دكتور محمد جيوسي. معي اتصال ثاني. الي تفضل، انت على الهواء. مساء الخير. اهلا الي، تفضلي. نعم، انت بخير. وانت بالف خير. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. شو اسمك بس بالضبط عشان ما اغلط؟ إيلين. أهلا إيلي، تفضلي. بس أنا عندي سؤال، يا ترى نوع الفرشاية أو المعجون هو مهم يعني ولا لا؟ لا أتصور، يعني أنا بقدر أقول لك، قلت لك النصيحة بأول حلقة، يعني هي وبنسأل هلأ الأخصائيين كمان، يعني بمواصفات معينة، راس صغير، شعيرات ناعمة، تكرار هذا الشيء بشكل 3 مرات بالنهار، مدة كفاية 3 دقائق، هي الأهم إشي. النوع ما هو مرخص من وزارة الصحة إنه يفوت على البلد، فهو نوع مقبول في الصيدليات. يعني ما إذا بتوافق. الله عافيك. ما بعرف دكاترة توافقوني لإلي، يعني عموما هل هذا هو بشكل عام، هذا هو اللي نمشي عليه. حبيت إنه اجانا اتصال من سيد محمد، وفعلا في احنا يمكن دكتور محمد بدي اتوجه لك بهذا السؤال، انه بحط اصبع بتمه بدون ما يحس، يعني بكون ناس قاعدين نايم صاحي، صار عمره 15 سنه ويعني اسم الله عليه شاب صغير، يعني بدنا نقول هي العمر شوي كبير يعني بالاغلب. شو مساوئه هذا اذا عم بيسمعنا هو ابنه لسيد محمد، اذا عم بيسمعنا بركي يستفيد؟ شو مساوئه هاي العاده وشو الحلول؟ هلا اذا نبلش في المساوئ، هي بشكل ملخص بيساوي مشكلتين. المشكله الاولى بتساوي بروز بالفك العلوي، لانه زي ما حكينا هذا هو زي عمل الاجهزه الوظيفيه اللي حكينا عنها في البدايه، هو مرحله نمو وقاعد بيساوي ضغط على الفك العلوي انه للامام، فهذا فعلا راح يصير، راح يساوي زي تحفيز للعظم وللاسنان تطلع للامام. والمشكله الثانيه برضه راح يساوي تضيق بالفك في المنطقة الخلفية، فبصير في عنده العظم معكوسة، وهذول المشكلتين يعني إذا خلص مرحلة النمو
وما انحلوا وما انتهت العادة هاي راح تغلبوا كثير في المستقبل لعلاجها. هلا العمر 15 سنة هو من الحالات القليلة انه الطفل ضل عنده هاي العادة مستمر لهذا العمر. شو الحل؟ اغلب الاطفال عمر 3 سنوات او خلينا نحكي اغلب اللي بنشوفهم بيكون في عمر 3 سنوات الاهل بيشكوا من هاي المشكلة. هلا احنا بنطمنهم دائما لحديت طبعا احنا بس هاي النقطة مش لازم يعني خلينا نحكي تشجعهم على انه يطنشوا الموضوع. خلينا نحكي لازم من مجرد ما الطفل كانت عنده هاي المشكله يوقفوا العاده حتى لو عمره اشهر، يحاولوا باي طريقه، لانه كل ما كان اصغر كل ما كان حل، سواء اللي بالاصبع او اللهايه، كل ما استنينا عليها كل ما صار نزعها من الطفل صار اصعب. هلا خلينا نحكي ضررها ممكن يكون ينتهي لحاله بدون تدخل لحديت ما تطلع الأسنان الدائمة الأمامية. مجرد ما طلعت الأسنان الدائمة الأمامية صار والطفل لسه عنده هاي العادة، إحنا صار هون لا صار في ضرر بحاجة لعلاج. هلأ إذا وقف هاي العادة قبل ما تطلع الأسنان الدائمة الأمامية تلقائيا النمو لحاله بيصلح المشاكل اللي صارت. يعني تكنيكلي عم نحكي هلأ العمر أنا مش حاب أحكي لأنه راح يخلي الأهل يهملوا شوي، بس خلينا نحكي يعني يفضل ما نوصل عمر 4 سنوات. كل مكان أبكر في دراسات تحكي أكثر من هيك، بس خلينا نحكي إحنا كل مكان أبكر كل مكان أحسن. هلأ المشكلة موجودة واكتشفناها سواء عمر صغير أو عمر كبير، يعني 15 سنة عمر كبير، احنا نحكي عن عمر كبير لا 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات حلها جدا بسيط. هلا في حلول اللي تبعها الوالد طبعا مش كلها، يعني مش مرحله العض، بس يعني انك تحط له والله فلفل، يعني دائما اي شيء تروماتيك او يعني ممكن يكون في اذى نفسي للطفل بنحاول نبعد عنه، بس هي قد مرات تكون فعاله مع الطفل ليوم واحد جربها، بس ما تضلك تجربها باستمرار. هلا جربت تربط له اصبعه وتحط له تربط له ايده وتحط عليها بلاستر، لانه اتوقع انه استغل كل هاي الطرق التقليديه وما اعطى هاي. وطبعا يفضل ما نمشي في هاي البروسيدر، نروح دايركت على او مباشره عند طبيب اخصائي التقويم. في جهاز جدا بسيط يعني هو بجلستين بتركب للمريض، في جهاز تقويم جهاز بسيط يعني هو ممكن يكون دائم يعني ثابت او ممكن يكون متحرك. يعني هي بقى بحالته عمره 15 سنه لازم يكون ثابت مع تربيط ايدين مع تربيط ايدين هو ففي جهاز بتركب عند اخصائي تقويم بيساعد 100% هو مجرد ما يحط الطفل اصبعه راح يلاقي هذا الجهاز، فراح يمنع اللي هو شعور المتعه اللي بياخذ الطفل من وضع اصبعه، ما راح يقدر انه هو في الاسلاك اللي بتكون موجودة بالداخل راح تمنع الأصبع يوصل لسقف الحلق، فيعني تلقائيا بحط أصبعه هو نايم بما برد يشيله بالنهار نفس الإشي. بهايجو هو وظيفته الأهم هو تسكير، لأنه لازم الطفل يكون عنده الرغبة، يعني الأهل برضه لازم يكون لهم دور إنه يوضحوا المشكلة للطفل. لازم ابنك يا سيد محمد زي ما عم بقول الدكتور جيوسي لازم هو يكون عنده مفهوم إنه هو حاب يبطل بس مش قادر، عم بيسها غصب عنه. هلأ تذكيره بإنه يبطل احنا بنساعدكم فيه انه يتزق. وفتره قليله جدا، يعني احنا بنحكي ماكسيموم 3 شهور، ممكن نتركها فتره بعد هيك بس لنتاكد انه نسي العاده هاي تماما. هلا بهذا العمر 15 سنه بعد هيك راح يحتاج لتقويم، يعني 100% تركت اثر دائم، بس نتاكد انه العاده راحت نبلش في علاج التقويم. سيد محمد مشاكبه ننصحك بالتوجه الى اخصائي تقويم مطلع في زي ما حكى لك الدكتور جيوسي يعني عن الأجهزة التي بتكسر هاي العادات السيئة خلينا أو بتمنع هاي العادات السيئة، بس على شرط أنك تشرح لابنك ويبدي رغبة في أنه يحل هاي المشكلة بيكون الحل إن شاء الله موجود. نرجع لموضوعنا وبعتذر منكم ما راح نستقبل أي اتصالات تانية لأنه ما عم بنخلص. بدي أحكي شوي، إحنا قلنا بدنا نحكي شوي كيف الحالات اللي بيرتبط فيها التقويم والتركيبات، ورح نيجي نحكي لكم عن الابتسامة المثالية بالتركيبات وخصوصا القشور الغزافية والهوليوود سمايل هلا اللي عم نسمعها كتير هلا مؤخرا. اتصور مخرج معنا احنا الحالة التقويمية الاولى، الحالة التقويمية الاولى اللي اذا بنقدر نبلش نعرض صور ان شاء الله ونحكي للمشاهدين عنهم. في ايوه هاي الحاله دكتور جيوسي، هاي الحاله شو مبين فيها؟ هاي اول صوره. هلا هاي الحاله كان مريضه عند الدكتور تامر، في عندها سن مفقود في الفك السفلي، اذا بنلاحظ المفروض يكون في 4 اسنان في 3 قواطع بس بين النابين. مزبوط، في سن مفقود، وفي برضه بنلاحظ على بالسن الناب اللبني لونه ابيض مبين لونه افتح، هذا ناب لبني الصوره على اليمين يعني. الصوره مزبوط على الشاشه على اليمين بيكون في عندنا ناب دائم مطمور، وهي المريضه عمرها تقريبا كانت اتوقع 23 سنه، فيعني كان برضه بنحكي كان يفضل قبل هيك نبلش بالعلاج.
هلا كان الخطة العلاج اللي هي طبعا بشكل نمشي. رئيسي انه مزبوط. لو نشوف الصورة اللي بعدها، نشوف الصورة اللي بعدها مخرج. هلا خلال التقويم هاي بعد مرحلة التقويم الأولى، إن إذا بنلاحظ السن النابل اللبني اللي كان موجود في الشاشة على اليمين، هلا خلعناه ونزلنا بالتقويم النابل الدائم، الدائم. هذا النابل الدائم، فتحتوا الفراغ، فتحنا فراغ زي ما شايفين مكان السن المفقود. هلا ما تتفاجئوا اعزائي المشاهدين، هذا الفراغ فتح عشان هذا الصح انه مرحلة مؤقتة. طبعا مرحلة مؤقتة. هلا لازم نلاحظ كيف صار الاطباق عند المريضة، الاسنان اللي كيف مصفوفة، الاطباق يعني متجانس على الجهتين. هلا نشوف الصورة اللي بعدها، هاي الدكتور تامر هون بعد ما فتحنا الفراغ زرعوا السن وركبوا السن الدائم. هاي مباشره كانت، فاذا بنلاحظ لسه لساتها مش ماخذه وضعها النهائي لانه كانت مباشره بعد عمليه الزراعه. شوف الصوره النهائيه كيف صارت ضحكه المريض مخرج بالاخير. هاي كانت في طبعا بدون تركيب بدون شيء. اذا بنلاحظ برضه بنركز على هاي النقطه، اذا المريض بيقدر ياخذ الابتسامه المثاليه في مجهود تعاون بين التركيب وبين التقويم، فبتاخذ اسنان دائمه ماشي وابتسامه حلوه، بس مجرد سوينا تقويم زائد تبييض للاسنان.